بدأ زبال قدم بخالص شكري وتقديري لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد عزيز على تبني الدورة بتوفير وتذليل كل الصعوبات التي تعوق هذه الدورة. وسبحان الله، سبحان الله، من نص ساعة فقط لا غير معالي الوزير المحافظ، أنا أسميه معالي الوزير الإنسان، لسه كانت دلوقتي حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت عندي في المكتب، وسبحان الله أولاها اهتمام ورعاية، فعلا أب بمعنى كلمة أب، وجبر بخاطر البنت لأنهم لهم حقوق وواجبات عليها. في حوالي 15 مليون معاق في جمهورية مصر العربية، من 100 مليون في 15 مليون، أي نعم ذوي الاحتياجات الخاصة مختلفين مني ومن السمعي والبصر وما إلى ذلك. وبالتالي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير الإنسان الأستاذ الدكتور أحمد عزيز، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي السادة العمداء الأستاذ الدكتور عبد الناصر ياسين عميد كلية الآثار، أستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف عميد كلية التربية، أستاذ الدكتور عماد سماوي وكيل كلية التربية، وكما أشكر الأستاذة الدكتورة وفاء بكر هلال الغائب الحاضر، كما أشكر الدكتورة سارة الجيلاني على اهتمامها ورعايتها وحبها الشديد جدا للطلبة، وأنتم مش طلبة، أنتم زمايلنا وتطلعوا أخصائيين اجتماعيين إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله أقدم لكم كل التهاني والتبركات. وفعلا والله أحرجتوني وأخجلتوني على كرم الضيافة بتاعكم، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله نكمل المستوى الثاني والثالث. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، شكرا جزيلا.